السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزاي حضراتكم؟ النهاردة جايين نتكلم عن حاجة لطيفة جدا جدا، اللي هي إحنا عايزين نعالج الـ API. يعني حاسس إن الـ API ده مشكلة كبيرة، وإحنا طبعا جايين عشان نعالج الـ API. طبعا كلكم عارفين طبعا هو إيه، يعني عارفين إيه هو الـ API؟ بتتكلموا بجد والله؟ ده الاي بي اي ده يعني ده حاجه من اشهر الحاجات. يعني الاي بي اي ده يا شباب هو الاكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنس. الترمينولوجي قد يكون يعني مش بنسمعه كتير، ولكن احنا مش بنسمعه كتير ليه؟ لانه زي ما بيقولوا كده، البعيد عن العين بعيد عن القلب. احنا مشكلة الاي بي اي مش انه مش موجود او قليل او كده، نو 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 ابسولوتلي. ده الاي بي اي ده ممكن يكون عاملين بنشوفه كل يوم. الفكرة ان احنا مش بنعمله مانجمنت، علشان يعني حاجات كده هنتكلم عنها دلوقتي. يعني الرفاق حائرون. حتى انا لما قلت لكم اي بي اي كده انتوا استغربتوا، ايه الاي بي اي ده اللي هتكون عامل؟ طبعا ما دام الرفاق وحاقد يبقى هيعملوا ايه؟ فكرون في مين بقى؟ مش حبيبتي من تكون الاول يتساءلون. ها، خليكم حافظين الاغنيه كويس. يتساءلون ايه بقى؟ يتساءلون ايه هي المشكله؟ قال الشاب الحلوه ده، قال لك يعني فين المشكله؟ وين هي المشكله؟ وين هي المشكلة؟ المشكلة انه الاي بي اي ده يا باشا كا سبيسيفيك سيمتومز مفيش، ما هتلاقيش. هو شوية فلاتيلانس، على شوية ديسبيبسيا، على شوية دايريا، على شوية ابدومينال ديسكومفورت، على شوية جازز، على شوية بلوتينج، حاجة يعني من بتوع الاي بي اس الفاخر يعني. فطبعا تلاقي الناس يعني ما تفكرش في الموضوع ده. ليه؟ لأن التفكير في الموضوع ده محتاج هاي كلينيكال سسبيشن، وطبعا احنا في الهاي كلينيكال سسبيشن لا يا باشا، ما تلاقيش، ما فيش. أمال أين تذهب جرثومة المعدة الحلزونية؟ أين تذهب الهيليكوباكتر؟ أين يذهب السبيبسيا؟ أين يذهب الريتبول باول سندروم؟ لما احنا شويه السيمتومز اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي هنفكر في اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي. ممكن بقى شويه ناس قال لك لا، احنا بقى مش هنقع في الوقعه دي، فمعلش بقى اكيد عندنا ايزي افيليبل اند بريسايز انفستيجيشنز، حاجه كده ابعت المعمل اقول له النبي قول لي في اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي ولا لا، يرجع يقول لي اه باشا انت عندك اكزوكراين بنكرياتيك. والحقيقة انه حتى دون عامله كده زي جعفر العمده اللي قعد 30 حلقه يدور على ابنه، وهو ابنه في الشقه اللي جنب منه. هو الحقيقه ان الانفستيجيشنز ممكن ما تلاقيهاش في معامل، تسال عليها يطلع مش معروف، تلاقي تطلبها فتلاقي معمل عمل لك اميليز ولايبيز، قال يعني بيدور على بنكرياتايتس. انما هو الحقيقه طبعا انه غالبيه الانفستيجيشنز مش ايزي ولا برسايز، ولا فلاسس كتيرة ومش موجودة ومش ريدلي افيلبل ولا أي حاجة خالص. ولكن طبعا لا نغفل إنه إحنا أصبح فيه شوية تحاليل متاحة دلوقتي، طبعا أشهرهم هو الفيكال إلاستيز 1، وأعتقد هو دلوقتي بقى موجود فيه معامل كتيرة. طيب يا باشا، أنا مش هقع في النون سبيسيفيك سيمتومز دي، وهعلي الكلينيكال سسبيشن بتاعي، وباكد على كل المعامل اللي انا بتعامل معاها ان هم يبقى عندهم فيكال الاستيز 1، واوعدك يا دكتور محمد ان انا كل يوم هشخص اكزوكراين بانكرياتيك انسفيشنس. عالجها ازاي بقى؟ اكيد في افيلبل ميديكيشنز. اقول لك الافيلبل ميديكيشنز دي يعني ما تلاقيش خالص خالص يعني. اقول لك عارف تلاقيها فين؟ هتلاقيها على الامازون، هتلاقيها على سوق دوت كوم، ممكن تلاقيها في طلبات. يعني بدل ما تطلب مطعم او تطلب دليفري بتاع بيتزا ستافت كراست، اطلب على طول من الدليفري ان هو يجيب لك تريتمنت ليه
الاكزوكراين بانكرياتيك انزيم. انت دلوقتي بتقول لي ده فيري كومن وعايز كلينيكال سسبيشن، وخلاص قلت لنا ان في حاجه اسمها فيكال الاستيز وبتاع، هفضل انا بقى ماشي في السكه كده عمال اقعد اعمل الفيكال الاستيز ده لكل البشر، واقعد اطلب من امازون طلبيات بقى كميات كبيره ووفيره من العلاج بتاع الاكزوكراين بنكرياتيك انسفشنسي؟ اقول لك لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده، ما كانش حد غلب. انا يا باشا هديك دلوقتي خلاصه الخلاصه، اقول لك مين اللي يتعالج وليه وازاي وفين وامتى وكل الحركات دي. اول سؤال عايزين نجاوب عليه، مين اللي يتعالج من الاكزوكراين بنكرياتيك انسفشنسي؟ اول مجموعه يا باشا دول ناس تديهم يا باشا تريتمنت الاكزوكراين بنكرياتيك انسفشنسي، ومعاهم ختم الدكتور محمد نجيب بالضمانه، من غير ما تعمل اي انفستيجيشنز ولا تتعب العيان ولا توديه ولا تجيبه ولا تعمل ايميدجينج ولا تعمل معامل ولا تعمل تحاليل ولا تعمل اي حاجه خالص. مين يا باشا بقى العيانين دول؟ او اللي هو بنقول عليهم ابسولوت انديكيشنز، اللي مش محتاجين اي انفستيجيشنز. اول حاجه اللي هم من غير بنكرياس، احنا ما عندهمش بنكرياس، فانت يعني هتدور على ايه؟ لا مؤاخذه، اللي عاملين بنكرياتكتومي، تمام؟ طيب الناس اللي عندهم او جالهم سيفير نيكروتايزنج بانكرياتايتس قبل كده، واتحجزوا في رعايه واتحجزوا في اي سي يو ودخلوا مستشفيات وقعدوا فيها ومش عارف ايه وبتاع، ده يا باشا بعد ما يخرج بالسلامه فاهم كويس قوي قوي انه بنكرياس نو، مفيش خلاص، فانت بنكرياس اتحرق، يبقى لازم ده هيعوز. الناس بقى اللي عندهم كرونيك بانكرياتيتس، وعلامه ان الكرونيك بانكرياتيتس بتاعهم ده محتاج فعلا انه يتعالج، انه العيانين دول يجوا بايه؟ مانيفستيشنز اوف استياتوريا او مال ابزوربشن، او لو العيانين دول عملوا ايميدجنج وطلع عندهم ماركت كالسيفيكيشنز او دايلاتيشن في المين بانكرياتيك دكت. دي علامات ان هذا الكرونيك بانكرياتيتس شديد للدرجه اللي غالبا ان العيانين دول لازم هيعوزوا الاكزوكراين بانكرياتيك انسفشنسي مانجمنت، من غير ما تعوز انك تعمل لهم فيرذر انفستيجيشنز او انك تقيس لهم اي حاجه في المعالج. وطبعا برضو الجماعه بتوع الكانسر هيد بنكرياس، سواء عملوا عمليه او ما عملوش عمليه، لانه لقوا ان العيانين دول البنكرياتيك فانكشن بتاعتهم الاكزوكراين بتكون طبعا ديمينيشت بشكل كبير جدا جدا ومتاثر جامد. عندنا مجموعه تانية ودول هم الغالبيه العظمى اللي احنا بنغفلهم. مش انا قلت لحضراتكم ان الاكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي ده من الامراض اللي لازم لو احنا ركزنا فيها هنشخصها كل يوم، كل يوم هنلاقي عيان عنده اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي. انا بكلمكم اهو بعد العياده النهارده 2 عيانين عندهم اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي، وعملتهم كانوا من انديكيشنز ريكوايرنج انيشال انفستيجيشنز، وطلعوا بالانفستيجيشن فعلا ان الفيكال الاستيز ليفل عندهم قليل، وده علامه ان عندهم افيشنسي في الاكزوكراين بنكرياس. مين بقى المجموعه دول؟ عيانين فيري 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 كومن، عيانين اللي هم سسبكتد او عندهم سيليك ديزيز، العيانين بتوع اللي بيتشخصوا ان هم عندهم ايريتابل باول سندروم دايريه، العيانين التايب 1 دايابيتس ميليتس، وده واحده من الاثنين عيانين، بنوته صغيره عندها 14 15 سنه جايه ببلوتنج وابدومينال ديستنشن و و و تايب 1 دايابيتس بقى لها 10 سنين مش كنترولد كويس الدايابيتس بتاعها، عملت لها الفيكال الاستيز طلع قليل جدا جدا. كويري اوف اكيوت سيفير بانكرياتايتس الفولو اب بتاعنا، او الناس حتى اللي عندهم لونج ستاندنج تايب 2 دايابيتس، او اريحكم خالص العيانين اللي عندهم لونج ستاندنج فيج جي اي سيمتومز ومش متشخصين، وعملت لهم كل الانيشال انفستيجيشنز وطلعت كلها نيجاتيف، حط في الديفرنشال دايجنوزز بتاعك يا باشا الاكزوكراين بانكرياتيك انسفشنسي، سواء عندهم جي اي سيمتومز اوف مال دايجيشن بكرونيك بانكرياتايتس، او حتى لو لونج ستاندنج نون ريسبوندنج تو تريتمنت وعندهم الريميننج جي اي سيمتومز، تمام؟ طيب في ناس ساعات بتقول انه انا هدي الاكزوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي
تريتمنت للعيانين بتوع الكرونيك بانكرياتيتس اللي هم عندهم كرونيك بين. هو برغم انه الكلينيكال سيتنج ان انا لما بدي فعلا البنكرياتيك انزيمز دول للعيانين دول بنلاقي فعلا انه البين بتاعهم بيتحسن كثيرا جدا جدا، لكن الميتا اناليسيس بتاعت الكرونيك بانكرياتيتس بين لقوا انه مفيش بينفيت قوي في البين مانجمنت بتاع الكرونيك بانكرياتيتس. هم ليه فعلا العيانين دول اللي بيبقى عندهم بين بيقولوا ان هم بيتحسنوا؟ غالبا نتيجه ان اللي بيتحسن عندهم هي المانيفستيشنز بتاعت الاكزوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي اللي هي طبعا بتكون مسؤوله عن الابدومينال بين اللي موجوده في العيانين. اذا ما ننساش ان العينين بتوع الكرونيك بانكرياتيتس ممكن جزء من البين بتاعهم ده ما يكونش بسبب البانكرياتيتس، ولكن يكون بسبب الاكزوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي اللي عندهم، اللي عامل لهم كوليكس وفلاتيلانس وبلوتينج وفيج ابدومينال بينز، وهم دول اللي لما هياخدوا الاكزوكراين بانكرياتيك يعني تريتمنت هيبتدوا ان هم يتحسنوا جامد ويشو بينفيت. إذا أنا كده جاوبتك على السؤال الأولاني، مين اللي هنعالجه؟ وقلت لك مين اللي هنديله علاج من غير أي انفستيجيشنز، مين اللي هنشك فيه فنعمل له انفستيجيشن ونعالجه، وإذا كان فعلا بيعالج البين زي ما كان أساتذتنا قبل كده زمان بيقولوا آه ولا لأ. المعلومة الثانية المهمة جدا جدا، إيه هي الجنرال ميجرز اللي محتاج إن أنا أتبعها وأنا بعالج الإكسبرايم بكراتيك؟ أول حاجة إن أنا ما أزودش عليه العبء. لايف ستايل موديفيكيشن، يبقى انا اقلل الاكل اللي هو فيه فاتي فود، اوقف طبعا الكحول عشان ما ازودش عليه البنكرياتيتس، اوقف السموكينج عشان ما ازودش البنكرياتيتس، واوديه لكلينيكال نيوتريشنست يعمل له ويل بالانس دايت. ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه دول ان هم ما عندهمش البنكرياتيك انزيمز، ان هم مش هيقدروا يعملوا ابزوربشن للفات سوليوبل فيتامينز، فطبعا مهم جدا 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 من ضمن الجنرال ميجرز بتاعتي ان انا لازم اديهم فيتامين سبلمنتيشن بالذات للفات سوليوبل فيتامينز اللي هي بنقول عليها A ودي وكي. تمام، ايه الحاجه الثانيه المهمه جدا؟ طيب ايه بقى الحاجه السبيسيفيك؟ هو البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي، هو ده الثيرابيوتيك مين ستاي، او الناس بتقول عليه بيرت اللي هو بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي، هو ده اهم ميجر من الميجرمنتس بتاعت علاج الاكسوكراين بنكرياتيك انزيم. العينين دول طبعا بيعوزوا لونج تيرم مونيتورنج، لان انا لازم افوكس على حاجتين، الحاجه الاولانيه وهي الاهم الكوركشن اوف نيوتريشنال ديفيشنسيز، والحاجه الثانيه طبعا التريتمنت اوف بوزيتيف ديزيز whenever possible، يعني ما يبقاش عنده هايبر ترايجلسرايديميا وعامله بنكرياتيتس واسيبها، ما يكونش العيان بياخد الكحول وعامله له بنكرياتيتس واسيبها، ما يكونش العيان مثلا عنده بيليس بنكرياتيتس واسيبها، وهكذا. تمام، فهي عامله زي البيسز كده بتاعه البازل، ان انا هيبقى معايا اللايف ستايل موديفيكيشن، هيبقى معايا الدايتيشن، هيبقى عندي فولو اب از ريجاردز طبعا السيمتومز والوزن والبي ام اي والنيوتريشنال ماركرز، من خلال ان انا بدي طبعا البيرت اللي انا هنقول بنديه ازاي. ايه الجولز اوف ثيرابي بتاعتي؟ الجول اوف ثيرابي بتاعي ان انا لازم اوفر لهذا المريض لايبيز ثم لايبيز ثم لايبيز ثم لايبيز. تمام، اذا اللايبيز هو المين فاكتور او الاهم يعني بيلر بعتمد عليه في هذا البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت. احنا عارفين ان انا بيبقى عندي امايليز وبيبقى عندي لايبيز وبيبقى عندي حاجات تانية كتيرة، لكن اهم حاجة محتاج ان انا طبعا لازم اعوضها هي طبعا اللايبيز. طبعا انا لما بدي البنكرياتيك انزيمز دي بحسن الازوتوريا او البروتين مال ابزوربشن، وده بيبقى ممكن توتال اليمينيتد، لكن طبعا اهم حاجه انا بركز عليها هي الاستاتوريه اللي هي طبعا بتتحسن باللايبيز، وبحاول ان انا احسنها as much as I can و reduces as much as I can. الاند بوينت طبعا ان انا انورماليز الابزوربشن واحسن واصلح اي نيوتريشنال ديفيشنسي، وده عن طريق ان انا ممكن ازود الافيكاسي ازاي؟ ان انا ادي هاير دوزز، يعني طالما ان انا ما وصلتش للاند بوينت والجول بتاعي يبقى بقعد اعلي
في الانزيم دوزز. انا يعني تقريبا ما فيش هاير دوز للبنكرياتيك انزيمز، ولكن في بعض الاوثرز قالوا ان ماكسيمالي ان انا اوصل ل 100 الف يونت من اللايبيز، ده بيبقى الماكسيمم دوز بتاعتي. طبعا ان انا استخدم انتريك كود علشان ما تتاثرش في الاستومك وتبقى ريليزد في الاستومك وتضيع عليا. انا طبعا محتاجه في الديودينم بالذات اللي هي الحته اللي بيحصل فيها الابزوربشن، وان انا ادمنستريشن ديورنج الفود بتاعي علشان ما يبقاش الاكل عدى الديودينم وعدى البايل وعدى الحته بتاعت البنكرياس اللي بيتدخل فيها وخلاص دخل على السمول باول، وحين يصل الى السمول باول بعد كده خلاص ما بقاش في فايده للبنكرياتيك انزيمز ان انا اديها. وطبعا اسبرس الاسيد عن طريق بروتون بامب انهيبيتورز، لان ده برضو بيقلل ان هي البنكرياتيك انزيمز اللي بديها ان هي تتكسر في الاستوم. دي كلها حاجات بتحسن. البيرد مليء بالفوائد، كل حاجه فيه حلو، بيحسن المعامل زي الفيكال الاستيز او الكوفيشنت اوف فات ابسوربشن، بيحسن النيوتريشنال بارامترز، بيحسن السيمتوماتولوجي، وكمان بيحسن الكواليتي اوف لايف. فاذا جميل 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 هذا البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت. ايه هي الابروفد ايجنتس؟ ايه اللي انا هديه؟ الحاجات اللي انا هديها الحقيقه انه قلنا انه البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت دول يعني بورساين برودكتس، يعني كلهم اكستراكتس من البور وبورساين بنكرياس، وده بيحتوي على الاميليز والبروتيز واللايبيز بالفارينج بروبورشنز، وزي ما احنا قلنا ان اللايبيز هو اهم حاجه. فاذا من النقط المهمه جدا انك تفهم العيان بتاعك ان ده يعني بورساين اوريجين، ولكن طبعا انا مش مفتي ولا حاجه، لكن طبعا اللي انا يعني كل الاثوريتيز في الاسلاميه كلها طبعا، بما انه احنا ما زال ما عندناش لسه بديل سينثيتيك، ودي يعني بتمبير الكواليتي اوف لايف اوف بيشنتس، انه طبعا انه هذه البنكرياتيك يعني اكستراكت من البورك they are يعني religiously approved، وعلم ذلك طبعا عند. عندي 6 بي اي بيز اللي هي بنكرياتيك انزيم برودكت ابروفد باي الاف دي اي، هي طبعا الكريون اشهر شهير، والزمباب والبنكرياز والالتريزا والفايوكيس والبرتزاين. طبعا هنلاقي ان في الايجيبشن ماركت شويه حاجات تانية طبعا يعني تقليد وفي حاجات نزلت مؤخرا طبعا بتاعت وستر، وكان قبل كده طبعا عندنا يعني حاجات بالشكل ده. وزي ما قلت لحضراتكم انت لو دخلت الصيدليه العاديه ممكن ما تلاقيهاش، لكن طبعا الصيدليات اللي بتوفر ادويه مستورده هتلاقيها موجوده، وزي ما انا قلت لحضرتك ان انت سهل جدا انك انت تشتريها من على امازون او من على اي حاجه من الحاجات بتاعت التسوق الاونلاين. التركه كلها عندي طبعا في الدوز اوف لايبيز، علشان كده دي كل الفورميليشنز المختلفه من هذه الاف دي اي ابروفد برودكت، وفي كل واحده مكتوب انا عندي لايبيز قد ايه. انت ما تركزش قوي في جرعه الاميليز او جرعه البروتيز، وطبعا زي ما انتم شايفين ان في فورميليشنز كتيره جدا جدا جدا، وحتى كمان في فورميليشن منها للاطفال اسمه اللي هي الباكريو فلات، وطبعا متضاف عليها الدايمثيكون عشان يقلل شويه الفلاتيلنت اللي للاطفال طبعا بيشتكوا منه، ده في منه حتى شرب وفي منه تابلتس للاطفال الكبار. ايه الكونسنتريشنز اللي لازم اخد بالي منها وانا بدي البيرت ده؟ ان انا لازم اديها with every meal and every snack، كل وجبه بتتاكل او كل سناك بيتاخد لازم يتاخد معاه البيرت ده. البيرت ده لازم يتاخد مع كل ميل ومع كل سناك. قد قد ايه؟ تقريبا الناس لقت انه انا محتاج 50,000 يونت لايبيز مع كل ميل، وتقريبا 25,000 يونت لايبيز مع كل سناك.
فالتارجت بتاعي ان انا براقب بعد كده بقى البادي ويت والكلينيكال سيمتومز والستول فات كونتنت او الفيكال الاستيز، وابتدي ان انا اقيسهم. ان ما كانش كده ببتدي ان انا ازود الجرعات شويه، ولكن طبعا لازم استنى شويه. يعني ما ينفعش بعد يومين ثلاثه العيان يقول لي لا انا ما اتحسنتش، او اقول له لا ارفع الجرعه، لا اصبر. يعني لازم اي جرعه انت تديها لازم تصبر عليها مثلا اسبوع او اسبوعين قبل ما تبتدي ان انت ترفع الجرعه تاني. ودي طريقه اسمها التايتريشن او الستيب اب تكنيك، يعني انك انت بترفع الدوز كل شويه عشان توصل للاوبتيمال دوز بتاعك. طبعا زي ما احنا لسه قايلين لحضراتكم من شويه، احسن حاجه ان هي تبقى انتريك كوتد. مش بس كده، كمان يستحسن ان هي تبقى ميني مايكروسفير، يعني ان هي زي السلو ريليز كده، ان هي تبقى يعني بيلتس وتبتدي ان هي تبقى ميني مايكروسفيرز، تبتدي ان هي تبقى ريليزد بشكل بطيء شويه علشان ما تجيش جاش كده اوف بنكرياتيك انزيمز، وما يكونش الدايجيشن كله كمل ويبقى خلاص دايجستد وخلصنا من. فعشان كده الايديال البنكرياتيك انزيم سبلمنت بريباريشن المفترض ان يكون انتريك كوتد ميني مايكروسفير، واتليست ان يكون فيه 25000 يونت اوف لايبيز، بحيث ان انا مع اي سناك هدي واحده ومع اي ميل هدي منها. طب هل بقى البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي دي كلها كده محاسن ما فيهاش انصاف شويه؟ لا طبعا، اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيها شويه ادفيرس افكتس، لكن طبعا البينفيتس بت اوت واي هذه الادفيرس ايفنتس. يعني حوالي 10% من الناس ممكن يجي لهم شويه ابدومينال بينز وكرامبنج، ممكن يجي لهم هيدك، ونسبه اقل من كده شويه ممكن يجي لهم شويه ديسبيبسيا، هي نفسها يجي لهم ديسبيبسيا من الهواء، او يجي لهم شويه كحه او شويه اسهال او شويه هايبر جلايسيميا، او حتى ممكن شويه بين في اثناء البلع. حتى برضو في الاطفال بنستخدمه شويه بالكوشن، كوشن شويه، لانه ممكن ان هو يعمل لهم يعني انستاينال ستريكشرز، وممكن يعمل لهم بايل ستونز ويعمل لهم هرش في الانال ريجن. طبعا برضو يعني لازم يبقى وف كوشن في البريجنانس وفي العيانين الرينال والعيانين الهيباتيك، لان طبعا الباترن بتاع الابزوربشن والدايجيشن بتاعهم ما هواش دايما مستقيم. باختصار شديد، الاكسجرام بنكرياتيك انسفيشنري ريبليسمنت هو حاجه اسمها بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي او البنكرياتيك انزيم ريبليشنز. طبعا زي ما احنا قلنا ان الاكسكرايم بنكرياتيك انسفيشنسي واحده من اكثر الاندر ادريسد جي اي بروبلمز، ما بنشخصهاش خالص وبنقعد شهور وسنين نعالجها على انها هيليكوباكتر، ونعالجها على انها الريتوبول باول سندروم، وساعات بيبقى فيها عيانين فولي انديكيتد من غير فيرذر انفستيجيشنز، او عيانين محتاجين بس انك تطلب لهم الفيكال الاستيز 1 هتلاقي انك شخصتهم. طبعا البنكرياتيك انزيم ريبليسمنت ثيرابي هو ده هيحسن السيمتومز، والاهم من ده انه هيكوركت النيوتريشنال ديفيشنسيز وهيحسن الابزوربشن وهيحسن التناتورية، معتمدا على اهميه اللايبيز اللي هو اهم حاجه من الثلاثه بنكرياتيك انزيمز اللي هيبقوا موجودين في البريباريشن، اللي هما الاميليز والبروتيز واللايبيز. اهم حاجه فيهم اللايبيز، وحتى الجرعه بتاعتنا بتتحسب على حسب اللايبيز كونتنت بتاعنا، على الاقل 25000 لكل سناك و50000 لكل ميل. ويستحسن ان هو طبعا يبقى انتريك كوتد وميني مايكروسفير، يبقوا العيانين ياخدوا بروتون بامب انهيبيتور، وطبعا كل شويه بنبتدي ان احنا نرفع الجرعه عشان نوصل لاحسن حاجه، ودي طريقه اسمها التايتريشن او ان تايتريتد فاشن. طبعا المحاضره دي زي ما هي موجوده دلوقتي على اليوتيوب وحضراتكم بتسمعوها، في طبعا محاضرات كتيره جدا جدا ممكن ان حضراتكم تلاقوها، وتشرفوني في الشانل بتاعتي، اعملوا لها سبسكرايب وتفعلوا طبعا الزر بتاع الجرس علشان اي محاضرة جديدة او اي اكتيفيتي جديدة توصل لحضراتكم. وشكرا جزيلا لحضراتكم.